قربت رفيق وحيد، قربت قربت واش نلعبوا ولا نسحبوا رفيق وحيد. مبروك هذا اول حاجه، مبروك تاهل المنتخب الوطني الجزائري مساكين، هذو بحالنا بحالهم، انا والله الا فرح لهم نقسم لكم بالله فرح لهم مساكين. مبروك عاود تاهل المنتخب المغربي العالمي، يعني تاهل بنتيجه على المنتخب المضيف المنتخب المصري بربعه لزوج، يعني مقابله عالميه ديال المنتخب المغربي، وتاهل المنتخب الوطني عاود على انغولا، يعني انغولا فريق قوي. ولكن السؤال المطروح، كيفاش رفيق؟ واش نديرو؟ نهربو؟ نسحبو؟ درك وصلنا الناس وغادي نقابلو المنتخب المغربي اللي تأهلنا النهائي. والمشكلة اللي تأهلنا النهائي وما لعبناش ونسحبنا في النهائي، وسمحنا لهم في الكاس ولا كيف؟ ولا نسحبنا في النهائي غادي يقصي ونعاود من كاس العالم، ما نتأهلوش كاس العالم. يعني غادي تنسحب تخسر النهائي تزيد دي عقوبة. ما قاله الإعلام الجزائري عقب تأهل المنتخب المغربي في رياضة كرة القدم لمبصوري الأطراف بخريطة المغرب إلى الدور النصف النهائي وانسحاب المنتخب الجزائري. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. إليكم التفاصيل. كل خريطة راه قداش ولا رفيق واحد؟ الخريطة قدها قداش ما شاء الله. ياك المرة اللي فاتت انت قلت لنا داروها غير صغيرة، بركان قال لنا موتسيب قال لنا داروها صغيرة ما بانتليش، واليوم ما بانتش، اليوم دارت التيكوك. رفيق هرب، رفيق هرب، درك واش غادي نسحب؟ انا شوف انا راني بحالي بحالكم، انا راني نحس نخمم لهم هما درك هما واش راهم يقولوا درك في لي بلاطو، نهضروا وما نهضروش. هي الدعوه تفضحت البازكات، تفضحك الحكم البارح الجزائري دار المقابله ديال المنتخب المغربي، اليوم المنتخب المغربي هو تاهل نصف النهائي. درك هما راهم يفكروا واش نسحبوا وما نسحبوش، نخسروا النصف النهائي. انا الفكر ديالي واش هو غادي نخسروا النصف النهائي بالعاني باش ما نلعبوش مع سيرتو المنتخب المغربي تاهل النهائي. يبدو ان مسلسل انسحاب الكره الجزائريه ضد نظيرتها المغربيه سيواصل استمراره، وهذه المره في رياضه كره القدم لمبصوري الاطراف بمناسبه البطوله الافريقيه التي تقام حاليا في دوله مصر، حيث تمكن كل من المنتخبين من التاهل الى الدور النصف النهائي لهذه الفئه. وقد يلاقي المنتخب المغربي بقميص خريطة المغرب نظيره المنتخب الجزائري في النهائي، وذلك في حال تأهل كلا الطرفين، وهو ما يطرح علامة استفهام حول تكرار ما حدث في نصف نهائي كأس الكاف بين نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري، وأيضا في البطولة العربية لكرة اليد فئة الشبان، والبطولة الأفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية فئة الجمباز. خاصة وأن المنتخب الجزائري احتج على قرار السماح للمغرب بخوض البطولة بقميص خريطة المغرب تحسبا لمواجهته في النهائي.